لتستقر في حدود 10.1 مليار درهم، عوض 21 مليار درهم المسجلة في 2022. ولنتذكر أن تدفقات الاستثمارات الخارجية كانت عند مجيء حكومتكم في 2021 تتخطى حاجز 20.2 مليار درهم، علما أنها كانت في 2018 تتخطى حاجز 33 مليار درهم. هذا الخط التنازلي ديال الاستثمار الدولي نازل للسيد رئيس الحكومة بشكل كبير، ما عرفتش كي غيكون التفسير ديالكم لهذا العمل. وعلى الرغم من أن اقتصادنا الوطني يتمتع بإمكانيات هائلة في مختلف القطاعات، إلا أن بلادنا تتلقى حصة هزيلة من تدفق فقط الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالدول الشبيهة. وغادي نعطيو أمثلة. في سنة 2023 جذبت مصر أزيد من 11 مليار دولار، جنوب أفريقيا 9 مليار دولار، إثيوبيا 3.7 مليار دولار، السنغال بجانبنا 2.6 مليار دولار، بينما اكتفى المغرب مع كل هذه الطموحات بجذب 1.1 مليار دولار. إنها الأرقام الناطقة سيد رئيس الحكومة التي لا تحتاج إلى تأويلين.